على كل المزيد حول الأسواق العالمية معي بالاستوديو رائد الخضر رئيس بأرقام الصين واللي هي نعم فيها نمو سواء تحدثنا عن الإمبورت والإكسبورت ولكن أتت دون التوقعات وهذا بالطبع بيعطينا تراكين للجلوبال جروث كيف هو الآن على أي أساس وشو لازم نراقب بعد أرقام الصين اللي صدرت؟ طبعا البيانات لا يمكن وصفها بالسلبية يعني لا تزال تشير إلى مستويات النمو. أداء الاقتصاد الصيني خلال الفترة الماضية كان يظهر إيجابية خصوصا بعد قراءة الناتج المحلي الإجمالي. النمو مطابق للتوقعات. الآن الإنتاج الصناعي إجمالا مجمل القراءات اللي عم تصدر على الأقل بالربع الثاني صدرت في من الاقتصاد الصيني جاءت بقراءات إيجابية نوعا ما، ويعني ابتعد خطر التباطؤ على ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، كما تفضلتي هو انديكيتر او مؤشر للاقتصاد، صحه الاقتصاد العالمي بشكل عام. حتى الان تعتبر القراءات ايجابيه ولكن تحتاج الى مزيد من التحسن خلال الفتره القادمه. نتحدث عن الدولار، يبقى هو بالطبع اللي تحت التركيز بشكل رئيسي. سمعنا بعض التصريحات من قبل اعضاء الفيد، رئيس الفيد بسانت لويس قال انه معدلات الفائده هي عن نسب جيده ولازم الابقاء عليها على الاقل على المدى القريب. هل هذه اشاره انه يمكن الوتيره اللي احنا بنتحدث عنها تصير أضعف خصوصا بعد أرقام البيانات اللي صدرت يوم الجمعة؟ من الممكن جدا، يعني نوع من عملية استيعاب للبيانات الإيجابية التي صدرت. يعني لفترة طويلة كان التركيز بشكل كبير على سوق العمل بالاقتصاد الأمريكي وكان هناك أداء إيجابي بشكل يعني لافت، وذلك انعكس أيضا على قرارات الفيدرالي وعلى رفع أسعار الفائدة وعلى تشديد السياسة النقدية. ولكن الاستمرار بنفس الوتيرة بتشديد السياسة النقدية بلا شك سيؤثر على مستويات التضخم، سيؤثر على وتيرة ارتفاع التضخم ويبقيها دون المستهدفات. بالتالي عند الفيدرالي حجة قوية نوعا ما أن يبطئ بعض الشيء عملية تشديد السياسة النقدية، خصوصا مع توجه يعني واضح حاليا نحو هذا التركيز. بعد الاجتماع الأخير كان التركيز على أنه ممكن يكون هناك عملية إبطاء بتشديد السياسة النقدية ورفع أقل أو عدد مرات أقل لرفع أسعار الفائدة ممكن يكون في العام القادم، وذلك بلا شك يعطي تأثيره على الدولار الأمريكي. بأسواق العملات ماذا نراقب؟ إحنا لازلنا بنشوف حركة إيجابية جدا على اليورو، ماذا تراقبون كتريدز بسوق العملات؟ بعد بيانات الجمعة زوج اليورو الدولار الأمريكي والهبوط القوي الذي يعني نزل دون مستويات 18 ووصل إلى مستويات 17.24، كان هناك الارتداد استقرار فوق مستويات 18 بالنسبة لهذا الزوج. ممكن يبقي نوع من الأمل نحو التوجه نحو مستويات 1.20 على الترند الكبير أو الترند الاتجاه الصاعد والتايم فريم الأكبر الإطار الزمني. نلاحظ أن الزوج أيضا باتجاه صاعد لا يزال يؤكد ذلك من عدة نواحي، من ضعف الدولار الأمريكي المتوقع وأيضا من قوة اليورو في الوقت الراهن، إضافة إلى يعني الابتعاد بعض الشيء عن الجنيه الاسترليني في الوقت الحالي نتيجة التذبذبات الكبيرة والتركيز على السلع كالنفط في الوقت الحالي، لأنه في عنا العديد من الأحداث المحركة والمؤثرة على أسعار النفط في هذا الأسبوع على وجه التحديد. ننتظر تقرير أوبك وتقرير وكالة الطاقة الدولية. ما دام نتحدث عن النفط، رائد مؤخر صرنا نشوف العلاقة العكسية بتعود ما بين الدولار والكوموديتيز وشفناها بشكل أو آخر هي اللي بتحرك أسعار النفط خلال الجلسات الماضية. أين ترون النفط؟ إحنا عندنا لايت كرود الآن دون 50، برنت تحت 53، لازلنا في نفس النطاق بنتحرك على مدى متوسط. خلينا نقول فنيا احنا ظهرت لنا اشارات انه ممكن يكون في عندنا ضغط بالاتجاه الهابط واستهدافات نحو 42 دولار للبرميل، وذلك في حال ضغط العرض المعروض النفطي بشكل اكبر على اسعار النفط في الوقت الراهن. وممكن يكون الاستقرار بالانخفاض عند مستويات الدعم هذه اللي هي توافق ال 42 دولار للبرميل، ولكن كاتجاه عام لا يزال هناك اتجاه عام صاعد على اسعار النفط، ممكن ان تعود مجددا الى الارتفاع اذا بقيت متماسكه فوق مستويات 42. نحن نتحدث على المدى الطويل سنه الى اكثر، الاستقرار فوق مستويات 42 دولار ممكن ان يعطي الفرصه لارتفاعات نحو 68 وصولا الى مستويات ال 75 دولار للبرميل. انت قصدك 52 نطلع فوقها ونبقى متماسكين مش 42؟ 42 على المدى الطويل الاستقرار فوق هذه المستويات. رائد الخضر رئيس قسم الابحاث في اكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.
you.